من الأشياء اللي أحب أسويها عن بوكسينج وأنتوا تتحمسوا معايا دايما أفوجا كلازت، ودي المرة الكود الخصم 20%. المهم بوريكم، هذه بيسك تي شيرت كذا من ورا، بس فيها كذا مكتوب باك. أحب أخذ تي شيرت طويل عشان مرات مع الليجينجز مثلا طيارات مطارات خارجة عادية كذا. عجبني لونها أورنج. شوفوا دائما التي شيرتس اللي كذا احب اخذها اوفر سايز عشان شوفوا انا مره احب كذا اشمر الاكمام دائما، وكمان احبها تكون طويله عشان لو البسها مع ليجينجز ممكن كمان تاكتين فيكون كذا اوفر سايز، بس فاخده سايز اكبر من مقاسكم. هذه برضو عجبتني، يعني دائما احب كذا تي شيرتس دائما احب عندي يكون كثير. بنجي لهذا التوب اللي يعني من الحماس طلبت 2 بنات يجن. مرة 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 حلو، في منه ألوان، القماش يجنن ما تخيلوا قديش، مرة ستريتشي مرة مريح مرة عجبني. سيبكم يعني لسه ما هو مكوي كذا، بس مرة حلو في منه ألوان. بعدين هذا الفستان يجنن في اللبس، الحين احط لكم صورته كيف على الموديل، جاي كذا اوف شولدر وهنا كذا رافلز. هذا الفستان كل بنت لازم يكون عندها في الدولاب، فستان اسود ضيق مزموم من فوق لتحت، فمرة يحل الجسم ومرة ينحف، حتى لو عندك شوية بطن حيخفيه. بنات مرة حلو، دحين أوريكم كيف على الموديل، ينلبس عادي كده، تقدر تلبسيه لحاله تقدر تلبسيه فوقه شيء، مرة حلو كذا السترابس تقدر تدخله يصير سترابلس، بس طوله طوله مرة حلو، كمان تقدر تقصريه يعني انك كذا ترفعي. هذا كمان مرة حلو بنات، كأنه شيرت دريس، هو جاي يعني قماش وكأنه قميص، مرة عجبني انه كذا جاي اوفر سايز من هنا بعدين من هنا ضيق، فمرة هنا كذا يطلع خصر. وايش كمان، وجاي كذا راب طوله مرة حلو، دحين اوريكم كيف على الموديل، بس يجنن ولونه. شوف قريب عن اللون معانا another shirt dress بنات مرة حلو، وهذا هذاك قماشه زي القميص، هذا لا جاي شوي طايح، شوفي تقدر تلبسوه عادي، وأنا كذا حطيته كذا حس أحلى. شوفوا هذا أخذته رمضان، قماش بارد مرة مرة يعني، ورمضان عندنا صيف سو. طبعا الكل عندي يعرف فوق كلوزت دايما عندهم أشياء ترندينج، أي شيء ينزل جديد دايما ألاقيه فوق كلوزت. مثلا عرفت هذا التوب موجود عندهم بنات، شوفوا من الأشياء اللي ما أكون حاطة لكم اللينك، تبغوا تدوروها، شايفين هذا الكلام اللي هنا اكتبوه هنا في السيرش عشان يطلع لكم الشيء على طول. شوفوا لو دخلتوا هنا عند شوب باي فيجر عندهم قسم حق مقاسات كبيرة بلس سايز بيتي تول وماترنيتي حق الحوامل، عندهم قسم حوامل كمان مرة حلو. شوفوا شيء مرة حلو إن عندهم هنا مثلا يجي باك 3 بلاك ليجينز حقت حوامل، أو هنتشتروا مثلا 2 leggings. لما تجوا تطلبوا خلاص في الكارت هنا فين مكتوب add coupon حطوا الكود اللي هو LA20 هيخصم لكم 20%. طبعا الدفع تقدر تدفعوا دفع عند الاستلام أو عادي فيزا ماستر كارد باي بال، والتوصيل لكل دول الخليج بس عشان الأوضاع اللي بتصير فور ناو ما بيوصل الأردن ولا العراق، باقي دول الخليج لسه في توصيل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.